في ملف فلسطيني نعرج على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الفلسطيني أبي يوسف أبو ماريا البالغ من العمر 18 عاما الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية منذ أيام يعاني عجزا في يده اليسرى بنسبة 70% جراء إصابة تعرض لها برصاص الاحتلال في أواخر نوفمبر الماضي. ولفت البيان إلى أن المعتقل أبو ماريا تعرض للاعتقال سابقا 4 مرات، وأن هذا الاعتقال الخامس بحقه والذي نفذ في 9 أغسطس الجاري، حيث عقدت جلسة محاكمة له وجرى تمديد اعتقاله ل 72 ساعة لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه. وأثناء عملية الاعتقال أحدثت قوات الاحتلال تخريبا واسعا في منزل عائلته. وأضاف نادي الأسير أن غالبية من اعتقلوا مؤخرا تراوحت أعمارهم ما بين 16 إلى 19 عاما، كما أن معظمهم تعرضوا للاعتقال سابقا في سن مبكرة. ورصد نادي الأسير الفلسطيني 4400 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس منذ مطلع العام الحالي، من بينها 619 طفلا و 78 امرأة. نشاهد مشاهدينا والدة المعتقل أبي أبو ماريا وهي تروي لحظة اعتقاله، نتابع. صاب في منطقة المفصل وراح عنده المفصل بشكل كامل طبعا، وقعد الحديد في ايديه اللي هو البلاتين تقريبا 6 شهور، فأخذت الوضعية هاي ايده يعني زاوية 90. وحاليا بلشنا في العلاج الطبيعي، يعني يا دوبك أخذ 4-5 جلسات. طبعا يعني المفروض انهم يتعاملوا معاه بهدوء اللي هم الاطباء، يعني لانه وضعه شوي حرج وبده شوي شوي. هلا يوم ما اجوا يعتقلوه اول اشي عملوه انهم لفوا ايده بشكل كامل وراه، فيعني كانت مشكلة بالنسبة الي. يعني انا مش عارف هسا ابني شو صار فيه. في العلاج الطبيعي بيحاولوا انهم يمدوها بس انها تصير يعني يمد ايده يعني بس شكل، اما انه مثلا يشتغل بالمستقبل او انه يقدر يحمل فيها شيء لا. يعني اكثر من 40 او 50% الاطباء حكوا مستحيل انها ترجع. ينضم لنا عبر الانترنت من بلده بيت امر شمال الخليل يوسف ابو ماريا والد المعتقل أبي أبو ماريا. أهلا بك معنا سيد يوسف. إذن هي المرة الخامسة التي يعتقل فيها أبي من منزله وهو ابن 18 عاما ويعاني من إصابة كبيرة في يده اليسرى بنسبة 70%. كيف تعلق ابتداء على ظروف اعتقال يوسف بهذا الشكل؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين في فلسطين وخارجها. بالتأكيد يعني اللي جرى إن أبي كان مصاب وإصابته خطيرة جدا، وهناك أكثر من 70% من إعاقة في إيده اليسرى، يعني ما بيقدر يحمل عليها أي شيء. وإحنا يعني كنا يعني نتأمل أن تعود إيده على وضعها الطبيعي، ولكن إيش كانت رصاصة الاحتلال من نوع متفجر، يعني فقدت كوعة نهائيا. وبعد يعني حل الحديد عن ايده يعني وبلش بالعلاج الطبيعي ما اخذش 5 جلسات، وقام الاحتلال يعني باعتقاله، وهذه مأساة كبيرة. وانا بحمل ايضا الاحتلال المسؤولية الكاملة لاي شيء يعني يحدث لابني، وكما اناشد ايضا المؤسسات الدولية والحقوقية وحقوق الانسان وحقوق الطفل للوقوف بجانب أبي وأخوانا أيضا المصابين من بلدة بيت أمر، وهم كمان 4 أشخاص. ابني يعني حينما قام الاحتلال يعني باقتحام المنزل بعشرات الجنود، يعني قاموا أول شيء يعني بوضع يده بالخلف، وكانت هناك مجادلة بيني وبين الضابط، وهو يقول له بأن أبي تخرج من بيت إرهابي ومن مدرسة إرهابية، يعني كانت شتائم باتجاه أبي، وكأن أبي أطلق رصاص أو قتل أو ما شابه ذلك. وأبي يعني اعتقل للمرة الخامسة، وكانت أول مرة في سن يعني 14.5 من عمره. يعني أبي لم يعيش الحياة الطفولة
لم يعيش بيننا كباقي الأبناء في الدول التي تحترم القانون الدولي، ولكن هذا الاحتلال يعني صوته فوق كل صوت القرارات الدولية والمجتمع الدولي، وهو يتحدى جميع القرارات ويفعل ما يريد الاحتلال. ونحن هنا إيش؟ شعب أعزل تحت الاحتلال وتحت صوت الاحتلال وقوم الاحتلال بشكل دائم لمداهمة المنزل. أنا يعني اعتقلت لأكثر من 30 مرة، وأبي المرة الخامسة وهو إيش؟ يعني في سن مبكر من بداية نشأة الحياة. وأيضا يعني أبي لم يذهب إلى المدرسة بالشكل الطبيعي، ولم يعني يجتاز امتحان التوجيه الثانوية العامة بالشكل الطبيعي، لأنه كان في السجن وبعد السجن كانت إصابة في إيده اليسرى. إذا يعني أبي هو نعم زي باقي الحالات التي تصاب، ولكن الإنسان لما بفقد شيء من جسمه بقى يظل يفكر يعني إيش بوضعية إيده، إنه ما بقدر يحمل فيها أي شيء، ما بقدر يعمل فيها أي شيء. وأنا كنت أتأمل يعني إن العلاج الطبيعي يعني يرد شيء بسيط يعني اللي يحرك إيده، اللي يعتمد عليها في المستقبل على إيده، ولكن إيش سرعان ما جاء الاحتلال وقام بالاعتقال والإهانة وضربه في البيت أمامي. وبقول يعني ما يعني شو عمل أبي؟ وهو بقول لي إيش؟ إنه أبي إرهاب. سؤال سيد يوسف، برأيك ما هو الهدف من هذا الاعتقال المتكرر، وما هي التهم الموجهة إليه؟ أول شيء يعني الاعتقال المتكرر، يعني أبي خاض 4 مرات اعتقال، وكان في 4 مرات يعني يذهب إلى التحقيق، يعني قضى من عمره أكثر من سنة وشهرين، وباقي الاعتقالات كان في التحقيق، ويخرج بعد 40 يوم بعد شهر من التحقيق بدون أي تهمة. ولكن هذا الاحتلال يحاول أن يرسل رسالة إلى هذا السن، سن 16 إلى 19 سنة، بأننا سنقمع الطفولة أو سنقمع روح الطفولة منكم. والآن هو يحول إلى 72 ساعة، ومعروف عندها 72 ساعة يعني يحول الاعتقال الإداري. غدا سنتلقى ما هي المحكومية الإدارية، هي 2 شهر، هي 3، هي 6 شهور، ولكن الكل يعرف ما الإدارة. الإدارة بلا قضية، وأنا اعتقلت يعني في يوم من الأيام بهذا المعتقل بالإداري بدون أي قضية، ويقول الاحتلال بأنه ملف سري. طب ما هو الملف السري؟ لا توجد أي قضية، ولكن يبقى الأسير في السجن 6 شهور أو سنة أو 2 أو 3، وممكن يلحق 5 سنوات بدون أي قضية توجه إلى، والمحكمة تقوم بالتمديد لأنه يقف أو يكون محبوس على ذمة رجل المخابرات في المنطقة. وأنا يعني خايف على ابني كثير ليش؟ إنه يخسر إيده، لأن ما في أي علاج في داخل السجن للأسرى، وكثير يعني هناك أسرى استشهدوا في داخل سجن الاحتلال، لأن هناك لا يوجد علاج نهائيا، ولا يوجد أي مستشفى، لو ذهبوا بك إلى المستشفى تكون مكبل بالأيادي. وأبي لما قاموا يعني باعتقاله، أنا حتى هذه اللحظة يعني كل ذهني في إيده، إنهم إذا اعتدوا عليه أو ضربوه في داخل المعتقل أو في التحقيق، إنه يخسر إيده نهائيا من قبل الاعتقال وال يعني زنازين الاحتلال والضرب الذي يتعامل فيه جنود الاحتلال. بأنهم لما دخلوا على البيت دخلوا وكأن هذا أبي يعني مطلق صواريخ باتجاه الاحتلال. شكرا جزيلا يوسف أبو ماريا، والد المعتقل أبي أبو ماريا، كنت معنا مباشرة من شمال الخليل، شكرا جزيلا لك.